طلع سيد نصر الله وغيره من قيادات حزب الله بجريدة الأخبار يقولوا إنه الخطر الداخلي يفوق خطر التهديد الإسرائيلي. هذا كلام انتخابي؟ هذا كلام استراتيجي، هذا كلام واحد نازل بقضه وقضيده يغير هوية العاصمة ويغير خيار استراتيجي، لأنه الاجتماع كان بس مع مكانة بيروت ومكانة بعربك الهرمز، مش مع كل المناطق. والكلام اللي نقال فيه كتير كبير وبيحدد قديش أهمية بيروت بالنسبة لكل القوى السياسية، وقديش تمثيل بيروت هو التمثيل الأساسي والرئيسي، مش بعدده فقط ولكن بهويته، باستراتيجيته، بقربه من أهله وبتمثيله لأهل بيروت اللي دايما بيستاهلوا مثلنا وأحسن أنه يمثلوه.